تبتدي شرح التركيب. التركيب بيتم كله عن طريق RJ11. الRJ11 بيتركب للخارجي هنا الأولاني، هنا التاني، هنا الخط الخارجي التالت، زي ما حضراتكم شايفين هنا للإكستنشنز من 1 2 لحد 8، 101، 102، 103 لو أنا على بلان 1 و2، لو أنا على بلان 3 يبقى 11، 12 لحد 18. بحط الجاك الـ RJ11 وببص على نهاية الجاك الـ RJ11، بلاقي في 4 أسلاك، الاتنين اللي في النص الأحمر والأخضر دول هيبقوا العدة العادية أيا كان لونهم، الاتنين اللي على الأطراف اللي هما 1 و4 هيبقوا للداتا بتاع العدة 77-30 أو 70-30 لو احنا بنشتغل بموديل أقدم شوية. نرجع تاني للكابل بتاعنا، الكابل بتاعنا الـ RJ11 بينتهي بـ4 اللي هو الجاهز، لكن لو أنا بعمله أنا بنفسي أنا ممكن أخد السلكين بتوع العدة العادية أحطهم في النص في الـ RJ11 وأقرجه. الأسلاك دي المفروض إنها هتتوصل على الروزيتا، والروزيتا ده لازم دايما تبقى 4. الترتيب الروزيتا 1 2 3 4، الأحمر والأخضر هما 2 و3 هما اللي هيتوصل عليهم السلك بتاع العدة العادية، وهم لونهم نفس لون الأسلاك اللي في الروزيتا. الأصفر والأسود هيتوصلوا على الأصفر والأسود اللي هما الداتا بتاع العدة المميزة. دي طريقة توصيل الـ4 أسلاك اللي خارجين من RJ على الروزيتا.